علامة من علامات الساعة الكبرى تخرج في نهاية الزمان عند انتشار الفساد والكفر والظلم والانحلال وتركهم لأوامر الله وتبديلهم الدين الحق بالباطل، فيصبح الباطل حق والحق باطل، تماما كما يحدث في زمننا هذا في وقت سيقل فيه ذكر لا إله إلا الله. فالمؤمن يخاف من أن يذكر الله، والكافر والفاسد يعلن كفره البين وسط عالم فاسد بفساد لم يشهده البشر. وحينما تخرج تكون الطامة الكبرى، فلا تقبل توبة أي إنسان ولا يقبل ندم أي كافر أو عاص. ذكرها الله لنا وحذرنا منها في القرآن الكريم حينما قال تعالى: فيتحدث الناس بلسانهم وبلغتهم وبلهجتهم، فمن هي دابة ما قبل يوم القيامة؟ دابة علامات الساعة الكبرى، ماذا ستفعل؟ ومن أي دولة عربية ستخرج؟ وكيف يبدو شكلها؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وظهرت نار الحجاز وعادت المروج الخضراء في أراضيها وكثرت الزلازل وانتشرت الفتن وأصبح الباطل حق والفاسد خير والحق باطل والخير فاسد، حتى أصبح البعض يخاف أن يذكر الحق أو يعلنه خوفا من أن يبطش به. خروج دابة الأرض، دابة عظيمة ناطقة تخرج من مكة ومكانين آخرين سنذكرهما في أواخر الفيلم، وتكون من علامات الساعة العشر الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن. فحينما تخرج الدابة العظيمة اعلم أن القيامة قد حانت ولن تقبل توبتك أبدا. كيف تبدو دابة الأرض؟ تمشي على أربعة أرجل تشبه الحربة، ضخمة وعظيمة جدا بعيون متعددة مرعبة، ولها لحية كثيفة إما من الشعر أو الريش، طولها 60 ذراعا أي ما يقرب من 50 متر أي بطول نصف ملعب كرة القدم، ولها ريش وجناحان عظيمان جدا. وصف سيدنا علي بن أبي طالب وقال: إنها دابة لها ريش وزرب وحازن وما لها ذنب ولها لحية. اعتقد البعض أنها من فصيلة ناقة صالح، وآخرون قالوا أنها الجساسة العظيمة التي تخدم المسيح الدجال. وعن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير. خوارق الدابة، وماذا ستفعل؟ تبدأ الدابة في فعل الخوارق، فتمشي فتهتز الأرض تحتها، ثم تحدث الناس بلسانهم، بلسان فصيح يعجز البشر عن تصديقه، تعرف الكافر من المؤمن، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه نكتة بيضاء، فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه. أي أنها تبصق في وجه المؤمن فيبيض وجهه، ولا كافر إلا نكتت في وجه نكتة سوداء فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود له وجهه، أي أنها تبصق في وجه الكافر فيسود وجهه، حتى أن الناس بعضها يعرفون المؤمن من الكافر فيتبايعون في الأسواق قائلين: بكم هذا يا مؤمن؟ بكم هذا يا كافر؟ وحتى أن أهل البيت الواحد يجلسون على الطعام فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم تقول له الدابة: يا فلان أبشر، أنت من أهل الجنة. تخرج ثلاث مرات، مرة من اليمن ثم تختفي مدة طويلة، ثم من بعض القرى
البعض قال في الحجاز والبعض قال في العراق، ثم تختفي مجددا، ثم تظهر أخيرا في مكة المكرمة فيشاهدها كل الناس لتصبح علامة الساعة الكبرى. ينفض الناس وخصوصا الكفار رعبا منها، ليس لأنها ستؤذيه بل إنها ستوسمهم بالكفر أو الإيمان، فيهرع العاصين والكفار خوفا وهلعا من أن توسمهم، فتأتيهم من خلفهم وهم يبكون ويصلون فتقول لهم: يا فلان، الآن أنت تصلي وتتوب إلى ربك بعد أن رفعت الأقلام وجفت السحب، ثم توسم الكافر في وجهه فيصبح وجهه أسودا، فيعرف الجميع أن هذا كافر وأن هذا مؤمن. فاللهم لا تفتن في ديننا ولا تجعلنا ممن يتبع هواه فيضل ويشقى. اللهم أرينا الحق حقا وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.